يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بيّنت: الملك تعزيز المساهمة البرلمانية في التنمية وتطوير التشريعات، حكومة تقرر دفع 50% من رواتب البحرينيين في المنشآت الأكثر تضرراً. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: الحكومة تتكفل بفواتير الكهرباء لكل المواطنين لثلاثة أشهر، اتفاق بحريني أمريكي على مكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني. وإلى صحيفة الوطن والتي أوضحت: تنفيذاً للتوجيهات الملكية حزمة اقتصادية جديدة، توزيع وحدات البحير الإسكاني في شهر ديسمبر المقبل. ومع صحيفة البلاد والتي عنونت: مملكة البحرين تفتح أجواءها الجوية مع مصر في غضون أيام، الجبير يدعو إلى موقف حازم ضد إيران. نقلت صحيفة أخبار الخليج أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، قررت الحكومة دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص ابتداء من شهر يوليو، كما قررت التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين المواطنين لمدة 3 أشهر. خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نشرت صحيفة الأيام أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أكد أن انعكاسات جائحة فيروس كورونا وضعت تحديات كبيرة أمام مختلف الدول، ولكننا في مملكة البحرين مؤمنون بأننا سنتجاوز هذه التحديات بتكاتف الجميع من أجل الوصول للأهداف المنشودة. نطالع من صحيفة الأيام أن برلمانيين رحبوا بحزمة الدعم المالية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة يوم أمس، والتي تنطلق من رؤية ملكية ثاقبة وحكيمة، مؤكدين أن الحزمة الجديدة ستزيد من رصيد الاقتصاد البحريني والقدرة على مواجهة هذه الجائحة. نشرت صحيفة الوطن مقالاً افتتاحياً في صفحتها الأولى والذي جاء بعنوان: مواقف من نور، فإلى ما جاء فيه. أشاعت التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله وعزه للحكومة الموقرة باستمرارية دعم الدولة وإطلاق حزمة اقتصادية جديدة أجواء الارتياح والفرح لدى عموم المواطنين. ستساهم الحزمة الاقتصادية الجديدة في الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمجتمع والتخفيف عن قطاعات عدة تأثرت، حان أوان دعمها بشكل أكبر، فالبحرين أولا أمام كل التحديات. نحن على ثقة بأن الدولة بقيادة جلالته حفظه الله ستتجاوز طروف الجائحة وتداعياتها على المديين القصير والطويل، خالص الشكر والتقدير لعاهل البلاد على هذه التوجيهات التي أدخلت الفرح لكل بيت بحريني وستسهم في التخفيف عن الجميع. نؤكد بأن التاريخ سيحفظ مواقف حمد بن عيسى لوطنه وشعبه بحروف من نور، وسيظل الشعب معه مواليا ومقدرا له كما كان أجداده وأباؤه. حفظ الله ملكنا الغالي ووطننا العزيز، وبعدنا عن كل مكروه وجائحة. بيّنت صحيفة الأيام أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي قال إن حزمة الدعم الجديدة من المؤمل أن تشمل على 6 قطاعات تعتبر الأكثر تضرراً بسبب جائحة فيروس كورونا،
وهي الصالونات، الفنادق والمطاعم، مكاتب السفريات، الصالات الرياضية، معاهد التدريب ودور السينما. لم تتوانى مملكة البحرين الغالية لحظة على أن تقدم للمواطن والمقيم أفضل الخدمات من أجل سير الحياة بشكل طبيعي. وعلى رأس الهرم الوالد جلالة الملك المفدى أيده الله القلب الكبير بحب هذه الأرض. بهذا الموضوع نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب هشام الزياني، والذي جاء بعنوان توجيهات جلالة الملك للتخفيف عن المواطنين، وقال فيه ما يلي: ربما لم يكن مفاجئا أبدا أن تصدر مثل هذه التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، فهو الرجل الأول في هذا الوطن والقائد الأول الذي ينحاز دوما إلى مواطنيه للتخفيف عنهم، خاصة مع تبعات وتداعيات آثار فيروس كورونا. نحمد الله أن لدينا قيادة لا تتوانى لحظة على أن تقدم للمواطن والمقيم أفضل الخدمات وأفضل الطرق من أجل أن تسير عجلة الحياة بشكلها الطبيعي حتى مع الأزمة المالية التي يمر بها العالم والمنطقة. الشكر للحكومة الموقرة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظهم الله على ما قدموه ويقدمونه من جهود للمواطنين في كافة القطاعات. في المحن تظهر قوة وصلابة الدولة وقوة رجالها وحكومتها. ومن صحيفة أخبار الخليج نطالع أن فريقا من وزارة الصحة أعد برنامجا للدعم النفسي يشمل الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج والعاملين الصحيين، خاصة وأن جائحة فيروس كورونا قد عرضت كثيرين للضغط النفسي والتوتر، خصوصا بالنسبة للعاملين في هذا القطاع الصحي. وتستمر البحرين في حماية شعبها، عنوان مقال تحدث فيه الكاتب فيصل الشيخ حول الفخر والاعتزاز بما تقوم به مملكة البحرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا. فإلى المقال. منذ البدايات والبحرين تعمل بحرص على سلامة وحماية مواطنيها وتوفير الضمانات العديدة لمنع الضرر، بل وتقديم التسهيلات لهم ليمارسوا حياتهم بأمن، ليؤدوا أعمالهم بالطرق الآمنة الميسرة في ظل توفير الرعاية الصحية والفحوصات وما يرتبط بها من إجراءات إدارية ميسرة. الحزمة الاقتصادية الضخمة التي وجه بها جلالة الملك حفظه الله ساهمت في حماية البحرين وأهلها، وكانت لها آثارها الإيجابية في ظل مواجهة الدولة لهذا الفيروس، وما صدر بالأمس عن مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات ملكنا الغالي، أمور تؤكد مضي البحرين بقوة لحماية أهلها، وتثبت الحرص الدائم لقائدنا حفظه الله على بلاده وشعبه، وأن كل شيء يهون لأجلهم. علمت صحيفة البلاد أن مملكة البحرين ستقوم بفتح أجوائها الجوية مع جمهورية مصر العربية في غضون أيام قليلة، بعد أن تم وضع كل الإجراءات الوقائية لعدم تفشي جائحة فيروس كورونا. بقلم الكاتب أسامة الماجد نشر صحيفة البلاد مقالا بعنوان الأنشطة الصيفية الهادفة عن بعد، فإلى أبرز ما جاء فيه. الدراسة قد انتهت والجميع أصبح مطالبا ببرنامج مفيد نشغل به أوقات الأبناء في العطلة التي قد تمتد طويلا. ماذا أعددنا من برامج؟ وهل حددنا الهدف الذي نسعى إليه؟
وما هو دور الجهات المعنية من ناحية الأنشطة الصيفية الهادفة عن بعد؟ نعلم أن الصورة تختلف عن الأعوام الماضية، ومسألة السفر في الصيف أصبحت معلقة في السماء، والجولات الحرة شبه معدومة، لكن بودنا أن نعرف ما تفكر فيه الجهات المعنية، وهل بدأت رسم الخطط المتعلقة بالأنشطة المفيدة في المحتوى والشكل للاستفادة منها طوال الصيف. المهم في الموضوع كله أن نثير اهتمام الأبناء بكل ما يساعدهم على تنمية طاقاتهم والاستفادة من وقت الفراغ الطويل في العطلة الصيفية. إلى الأخبار المختلفة من الصحف المحلية لهذا الصباح، حيث بينت صحيفة البلاد أنه تحت رعاية وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ستستضيف المملكة فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الكيميائيين الخليجي خلال شهر نوفمبر المقبل. بيّنت صحيفة الوطن أن المهندس باسم الحمر وزير الإسكان كشف عن تقدم نسب الإنجاز بمشروع البحير الإسكاني الذي من المؤمل الانتهاء من تنفيذه بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري. لفت الصحيفة الأيام أنه ابتداء من يوم غد الأربعاء الأول من شهر يوليو سيبدأ سريان تطبيق بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة بين الساعة 12 ظهرا وحتى 4 مساء، وكشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري عن تخصيص 25 مفتشا للإشراف على مواقع العمل المختلفة. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية أصدرتا في المؤتمر الصحفي بيانا مشتركا طالبتا فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروضة على إيران التي لا زالت مستمرة في ممارساتها ودعمها للعنف والإرهاب. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.